مسلسل المواد المخدرة عمره ما هينتهي في يوم من الأيام، لأنه أصبح تجارة وعالمية كمان، وفي دول اقتصادها قائم على تجارة المخدرات والسلاح زي السلفادور مثلا. لكن في الفيديو ده مش هنروح بعيد، وهنزور بلد عربية شقيقة وهي المغرب، اللي الفترة الأخيرة انتشرت عندها أخبار عن مخدر غريب في أوساط المدارس بين الشباب المراهقين، وده بسبب إنه رخيص ومصنوع من مواد كيميائية كتير، وبيحول متعاطيه لوحوش أدمية. مخدر البوفا. وصل للسلطات المغربية معلومات بتفيد بظهور حالات من الإدمان بين أوساط شباب ومراهقين المدارس في طنجة والدار البيضاء وغيرها كمان. الأمر اللي دفع الشرطة المغربية تبدأ تحقق في الموضوع، واكتشفوا إن بسبب ثغرات أمنية قدر مجموعة من تجار الممنوعات إنهم يصرفوا بضاعتهم ويبيعوها ليل ونهار للباحثين عن الكيف، وخصوصا من المراهقين والشباب. البوفا ممكن يوصل متوسط سعر الجرام منه ل 300 درهم، لكن الغريب في الموضوع انه بيتباع ب 50 درهم بس قصاد ابواب المدارس والجامعات، وده بسبب ان تجار الممنوعات لما بيشتروا الماده الخام من البوفا بيعيدوا طبخها تاني مع اضافه مواد كيميائيه تانية، واخطر ماده منهم هي الامونياك اللي بتخلي البوفا يبقى على شكل احجار كريستاليه قابله للطحن والاستنشاق، بالاضافه ان ليه طرق تانية كتير للتعاطي زي التدخين وأحيانا إبرة في الوريد، ودي أخطر طريقة للتعاطي. طيب مخدر البوفا عبارة عن إيه؟ مخدر البوفا قديم جدا جدا، وهو في الأصل نبات من شجرة اسمها الكوكا، تم اكتشافها سنة 1860، وبعد الأبحاث اكتشفوا إن النبتة دي مخدرة لكل الأنسجة في الجسم، عشان كده تم استخدامها زمان كمخدر موضعي قبل ظهور التخدير الاصطناعي. وكان الطبيب النفسي سيجمويند فرويد كتب أبحاث بتشيد بأوراق الكوكا، وإنها تنفع في علاج أمراض زي الاكتئاب وإدمان الكحول وكمان المواد الأفيونية. أوراق الكوكا ممكن معالجتها بشكل كيميائي لطبخ أنواع مختلفة من المواد المخدرة، وعلى رأسها هيدروكلورايد الكوكايين، وهو الشكل اللي بيتم فيه استنشاق الكوكايين أو حقنه، وبيكون عبارة عن مسحوق بلوري لونه أبيض، وأحياناً تانية بيتم تحميصه بشكل معين عشان يكون شبه الكبسولات. ويعتبر البوفا هو اسم من أسماء مخدر الكوكايين، يعني الأصل في تكوين البوفا هو الكوكايين. متعاطي البوفا بيحس بإيه بعد أول مرة تعاطي؟ السؤال ده إجابته بتعتمد على مرات الاستخدام، وقت وزمن الاستخدام، طريقة الاستخدام، عن طريق الحقن، عن طريق الفم، العمر، الحالة الصحية الجسدية والنفسية، استخدام أي كحول أو عقاقير أخرى غير قانونية أو بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية أو عشبية. متعاطي البوفا بيحس بالحيوية والتحدث واليقظة والنشوة والنشاط في حواسهم زي الصوت واللمس والبصر والجنس وتقليل الجوع والحاجة إلى النوم. وعلى الرغم من أن البوفا كيميائيا يعتبر من المنبهات، إلا أن بعض الناس بتستخدمه على أنه مهدئ وبيساعد على الاسترخاء كمان. لحد إمتى بيستمر الشعور؟ على حسب طريقة الاستخدام، بمعنى لو تم الاستخدام عن طريق الأنف فبيستمر من 15 ل 30 دقيقة، لو عن طريق الحقن فبيكون فيه شعور عالي جدا ومحسوس خلال 30 ثانية ل 45 ثانية، وبيستمر من 10 ل 20 دقيقة. لو تم استخدامه عن طريق التدخين هتستمر من 5 ل 10 دقائق فقط، وبمجرد انتهاء مفعوله بيبدأ الشخص يحس بالقلق واكتئاب ورغبة ملحة جدا في التعاطي من جديد. أسباب انتشار البوفا: عدم وجود رقابة على الأشياء المستوردة، ضعف الحالة الاقتصادية، غياب التوعية بمخاطر المخدرات، انشغال الأهل عن الأبناء، الرغبة في رفع القدرات الجسدية والنفسية، الهروب من الواقع المؤلم. يعتبر مخدر البوفا مضر جدا بسبب استخدام مواد كيميائية سامة في طبخه عشان سعره يقل، وده بيسبب أضرار عالية جدا للمتعاطي، وبيسبب كمان سماكة الأوعية الدموية وانقباضها، وده بيقلل من تدفق الأكسجين إلى القلب. حتى عند الأشخاص الأصحاء البوفا بيزيد من عمل عضلة القلب بجهد أكبر، وده بيؤدي إلى نوبة قلبية. طرق علاج البوفا: البوفا مخدر قوي جدا وصعب التخلص منه في البيت، عشان كده في مستشفى الأمل للطب النفسي وعلاج الإدمان بننصح أولا بضرورة زيارة الطبيب، لأن علاج البوفا بيمر بمرحلتين أساسيتين. أولا العلاج الدوائي: مفيش دواء واضح وصريح لعلاج البوفا حاليا، ولكن الأبحاث قائمة ومستمرة في محاولات لتصنيع عقار طبي آمن لعلاج إدمان البوفا،
ولكن في أدوية علاجية مستخدمة في علاج الأعراض الجسدية والنفسية الناتجة عن البوفا. ثانياً، العلاج النفسي. العلاج النفسي بيساعد على الامتناع من استخدام البوفا على المدى البعيد عن طريق تعزيز قدرتهم النفسية والإدارية، بالإضافة لتعليم المريض إزاي يتعامل مع فكرة الإدمان والتعاطي. لذلك مستشفى الأمل للطب النفسي وعلاج الإدمان بتطلب منكم إنكم تهتموا بصحتكم وتبعدوا عن المخدرات. الأمل، بداية جديدة.